ازيكم يا اجمل متابعين، هبدأ معاكم النهارده رواية جديدة انا متأكدة انها تعجبكم بقلم الكاتبة المبدعة خلود مصطفى. لكن قبل ما احكي ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد بنقدمه. في بيت سالم الفخراني اللي موجود في محافظة قنا، دخل ابنه الكبير صادق وهو بيقول بلهفة لأمه وابوه: الحقني يا بوي، داريني من عيلة كامل العزيزي. واه يا ولدي، ليه عملت ايه عشان يلحقوك؟ والحقك من ايه يا ولد؟ انطق. ايه يا سالم، في ايه بالراحة على الولد؟ انت مش شايفه جاي عامل ازاي؟ في ايه يا حبيبي؟ هقول بالراحة، مالك؟ اجري يا زهرة هاتي لاخوكي كوباية مية، انت مش شايفة لونه مخطوف ازاي؟ كنا هنلعب التحطيب انا وفخر ابن عم كامل العزيزي، وفجأة واحنا بنلعب العصاية وجعت من يد فارس ابو جميل ولد الفرتوس، وفي لفة العصاية جت على راس فخر وجع سايح في دمه. وقتها جريت وجيت على هنا: الحجن يا بوقي، مش هيسيبوني ومش هيهملوني، واصل. ساعتها جيهان ردت بخوف وقالت: يا لهوي، ابني الحقني يا سالم، ابني هيخلصوا عليه، انا لازم اسفره عند خاله في تركيا. اتخبلت اياك يا جيهان ولا ايه؟ اسمعي اللي هقوله لك زين، ابني راجل من ظهر راجل، واحنا ما نعرفوش الحكايه وصلت لفين، خليكي هنا انت وولدك وحافظي عليه، وانا هتدلى اشوف ايه الاخبار. لا يا سالم، انا ما اتخبلتش، انا هسفر ابني ومش هستنى لما ياخدوه مني في حوار طار ولا قرف من اللي انت مقعدنا فيه ده. قلت لك خلينا نعيش في القاهره زي بقيه الناس، لكن انت ازاي فضلت تقولي اهلي وناسي وابني هيروح في شربة مية؟ جيهان بلاش حديثك ده، صادق ولدي كيف ما هو ولدك بالظبط، ومش انا اللي هرب ولدي على اخر الزمن، بلاش تقولي حديث تندمي عليه بعدك ده، انا احبك كتير، بلاش تخلينا تحول لشيء ما يعجبكيش. ابوي معاه حق يما، انت كده هتقولي كلام مش منطقي واصل. هو ايه اللي مش منطقي يا زهره يا بنتي؟ دول هياخدوا اخوكي مننا، افهمي، انا هوديه عند خالك. انت ناسيه ان عيله امي من تركيا؟ الله يرحمه جدك هو اللي كان مصري، وايه يعني لما يروح عند اهلي هناك؟ ويبعد عن الطر والقرف ده، العيله دي مش هتسيبه، وانا عارفاهم وما عنديش غيرك انت واخوكي، لازم اخوكي يمشي من هنا في اسرع وقت. برضك يما، اهدي وبلاش تصرف نندم عليه بعد كده. وفي بيت جبل العزيز الجد الكبير، دخل الغفير متولي وهو بيقول بلهفه: الحق يا ابو الحاج، واد ولدك انصاب في راسه وخدوه على المستشفى. كيف يعني؟ ايه اللي حصل بالظبط؟ احكي يا خبر الشوم انت. انا ما خبرش ايه اللي حصل، كل اللي عرفت انه كان هيلعب هو وولد سالم الفخراني ومعاه اتنين كمان، لكن ما خبرش هما مين. وفي المستشفى كان كامل واقف هو وابنه حامد وابن اخوه جبل اللي متسمي على اسم جده، ومستنيين ان حد يخرج باي خبر عن فاخر. وقتها خرج الدكتور وقال لهم هو بيعتذر: انا اسف يا جماعه، البقاء لله، هو كان جاي في حاله صعبه قوي، خبطه الراس بالشومه الكبيره دي عملت له نزيف داخلي وللاسف ما قدرناش نلحقه. في الوقت نفسه كان انتشر الخبر في البلد كلها. ساعتها جيهان اخذت عربيتها واخذت ابنها وطلعت على المطار وحجزت له اول طياره لتركيا، وفضلت قاعده معاه الست ساعات في المطار لحد ما اطمنت ان هو سافر. واول لما رجعت قابلها سالم، واللي قال لها بغضب وعنف: برضك يا جيهان سويتي اللي في راسك، انت ما هتفهميش، هوري وشي للناس كيف انا دلوك، ما هتفكريش. امال لو ما كنتيش خريجه الجامعه كنت سويتي ايه؟ ابعد ايدك عني يا سالم، انا عمري ما هقبل ان ابني يتقدم كبش فدا لعيله جبل العزيزي. انت مخك فين يا راجل انت؟ انت ناسي ان هو ابنك الوحيد؟ وايوه سفرته يا سالم عند خاله، وكفايه بقى لحد كده، ويومين ثلاثه واخد بنتي وهسيب لك البلد كلها وهرجع افتح بيت ابويا اللي في القاهره. انا ماليش اصلا قاعده في الصعيد، ايه اللي يخليني اعيش هنا؟ يا راجل حرام عليك، دي بنتك علشان جميله شويه محرج عليها انها تخرج، وكاننا عايشين في سجن مش عايشين في بيت. كل ده ليه؟ علشان اخدت شكل امي الله يرحمها وطلعت حلوه؟ ايه يعني عينيها زرقاء وبيضه؟ ما هو الصعيد فيه بنات حلوه كتير، اشمعنى بنتك يا اخي؟ انت ولا اللي حاجر علينا، البنت في مرحله محتاجه ان هي تشوف الحياه، تشوف الدنيا. ومع ذلك انا ما كنتش بتكلم وبقول ماشي، يمكن من خوفه عليها، لكن لحد ان انت تضيع ابني انا مش هسمح لك بكده ابدا يا سالم، وعلى جثتي لو حد مس شعره من شعر ابني. اهدي يا ماما اهدي، مالوش عايزه الحديد ده واصل، ابويا من لما سمع الخبر العفش ده وهو تعبان وحالته مش زينه واصل. بس يا زهره كفايه لحد كده، انت ايه ذنبك يا بنتي انك تفضلي محبوسه بالطريقه دي يا حبيبتي؟ ده انت ما تعرفيش شوارع البلد حتى اللي انت فيها، كل ده بسبب ابوكي،
وبسبب تفكيره الغريب بيفكر عشان انت حلوة يبقى خلاص هتجيبيله الفضيحة وتجيبيله العار، لأن لو حد شافك مش هيقدر يمسك نفسه ولازم هيعمل الحاجة الغلط. مش كده برضو يا سالم؟ مش هو ده تفكيرك عن البنت؟ مع اننا مربيين بنتنا كويس قوي وبنتقي الله فيها، وانت متأكد ان ربنا مش هيضرنا فيها ابدا، منعتها حتى ان هي تروح المدرسة وبقت تمتحن منازل من البيت، وده طبعا بعد ما انا وقفت قدامك وقلت البنت لازم تكمل تعليمها. غير كده انت ما كنتش عايز تعلمها اصلا وعايز كمان تضيع ابني؟ لا يا سالم والف لا. أيوة كل حديثك مظبوط يا جيهان، أنا لما اتجوزتك كنت بخاف اتطلع عليكي، بخاف عليكي من نفسي لأنك زي القمر، ولما اتجوزنا وجبتلي صادق قلت زين طلع واد وما طلعش بيت، لأنها لو كانت طلعت بيت وكانت شبهك كانت هتبقى مصيبة، لكن انت مسكتيش وجبتيلي بنت احلى منك كمان. انا نفسي لما اطلع فيها بحس اني بشوف جمال الارض في طلتها، ما بالك لما يطلع لها الغريب كيف ممكن يحصل؟ خفت عليها. هو مش من حاجة خاف على بنتي يا ناس؟ لكن موضوع ولدك لازم ابنك يجي ويبرق نفسه قدام الخلق كلها، ما ينفعش يشيلها لحاله. فهمتي ولا نقول كمان؟ ايه ده يا حبيبي اهدى، صدقني اللي عملته ده احسن حل. ابنك ما كانش ينفع يفضل هنا، ولو كان فضل هنا احنا ما كناش هنعرف ايه اللي هيحصل. انا بعته وهم هينسوا الموضوع مع الوقت، وانا عارفه كل اللي انت حاسس بيه، علشان كده طوعتك فيه وخليت زهره بين قلبي وعيوني ومحدش يشوفها خالص. تسلمي لي يا جهان، لكن انا خبر عيلة جبل ما تسكتش واصل، وابن ابو جميل بيقول ان ولدك هو السبب وعلشان كده سفرناه. خلاص يا بوي، خلاص يا اما، اللي حصل حصل. احنا دلوقتي مفيش قدامنا غير اننا ندعي ربنا. وفي بيت كامل العزيزي كانت قاعدة طبعا الستات والنواح والصريخ، لحد ما قرر كامل العزيزي ان هو يتكلم مع ابو جبل. ساعتها راح له البيت وقال له بغضب، دريت باللي حصل يا بوي، سالم ولد الفرتوس صفر ولده عشان ما ناخدوش الطار مني، تقدر تقولي هناخد طارنا كيف؟ اقعد يا كامل وهدك، ده ما تبقاشكي في الحريم. اولا انا اتحدثت مع جبل ولد اخوك ابراهيم الله يرحمه، وهو قال لي ان الموضوع مش جات لكايدي، ده جات لخطأ، يعني مفيش طار. بس مش معنى كده ان احنا هنسكته، لا انا ما اسكتش على حاج ليا واصل، لكن ما تتحلش بالدم يا ولدي. كيف يا بوي ما تتحلش بالدم؟ اللي راح دول دي قلبي من جوه، لكن انا متأكد من حكمتك يا بوي، بس خبرني ايه اللي في راسك. بعدين يا ولدي اللي في راسي هتعرفه، وبعدين احنا المفروض في جادة هتتم كمان يومين هنكون موجودين احنا وسالم وكمان الشيخ عطية شيخ الجامع، وبعدها انا متوكد ان الكل هيخرج متراضي ان شاء الله. وبعد يومين فعلا بتتم القعدة العرفية اللي كان موجود فيها جبل الجد الكبير وكمان جبل الحفيد وكمان سالم وكامل وحامد ابن كامل والشيخ عطية شيخ الجامع، اللي قال اسمعوني زين يا جماعة، دلوقتي الموضوع جات لخطأ، وزي ما انت خابر يا حاج سالم ان الجات للخطأ ليه هدية صح ولا ايه، ولازم الدية دي ترضي ولي الدم. مظبوط يا شيخ عطية، كل حديثك مظبوط، واني مستعد ادفع الدية اللي يؤمر بها الحاج جبل العزيزي. انا ما رايتش ولدي يتغرب بعيد عني واصل. وقتها الحاج جبل قام ووقف وقال بعد اذنك يا سالم يا ولدي، انت كيف ولدي؟ طبعا انا رايت قبل ما اقول اي شيء واصل اصلي ركعتين لله، اطلب من العون والسداد في الجول، فوتني في مكان اصلي ركعتين لله. اوامرك يا حج، اتفضل معايا. وفعلا دخل سالم الحاج جبل علشان يصلي في اوضه، صلى الحاج جبل وطلب من ربنا ان هو ينور بصيرته ويوفقه للقرار الصح. خلص صلاه وبعدها اتفاجئ وراه بنت جميله جدا، كتكوته صغيره لكن جميله جمال مش معقول، هو نفسه اول مره يشوفه بالرغم من سنه الكبير، وان هو كان متجوز الحاجه هاديه، ودي كانت ست جميله جدا جدا، الا ان اللي هو شايفه قدامه دلوقتي هو حاجه غريبه، حاجه ما وردتش عليه قبل كده. وقتها قال لها بدون وعي بسم الله الرحمن الرحيم، انت انس ولا ملاك؟ لا يا حاج، انا ابقى زهره بنت الحاج سالم، وهو شيعني ليك دلوقتي، اتفضلي معايا عشان لو احتجت حاجه. ما شاء الله تبارك الله، ليه حاج ابوكي داركي من الدنيا كلها. عموما يا بنتي كتر خيرك، انا صليت وربنا اداني القرار الصح. بعد اذنك يا حاج. خرجت زهره وبعدها خرج جبل اللي كان مقرر ان هو هيعمل حاجه علشان يخلي العيله كلها ترتاح، دخل القعده تاني معاهم. وساعتها الشيخ عطيه قال حرما يا حاج جبل، يا رب تكوني توفقت للقرار الصح، حضرتك راجل زين وانا متوكد ان اي قرار هتاخده هيكون هو القرار المناسب. فعلا يا ولدي انا خدت القرار المناسب، واحنا ما ناخدوش ديه من سالم، احنا هنناسبه. وقتها كل اللي كانوا قاعدين
كانوا فاتحين بقهم ومستغربين من الكلام اللي بيقوله جبل. وقتها رد كامل وقال: كيف يا بوي حديثك ده؟ النسب ايه اللي هتتحدث عنه؟ مين هيناسب مين؟ ومين هياخد من مين؟ انا ما فهمش حاجة. واصل جبل ابن ابراهيم ولدي هيتجوز زهرة بنتك يا سالم. اتكلم جبل الحفيد وقال: كيف ده يا جدي اللي هتقوله ده؟ زهرة مين دي اللي رايدنا نجوزها؟ زهرة بنت عمك سالم. انا لما صليت واتجهت لربنا لقيت ان الدية مهما كانت كبيرة مش هتوفي دم فاخر ولدنا، علشان كده لازم العيلتين يكونوا متصافين وما يكونش بناتهم اي ضغينة. واصل عشان كده الموضوع ما يتحلش غير بالنسب. قلت ايه يا سالم يا ولدي؟ ايوه يا حاج جبل، بس انا بنتي صغيرة هباب على جبل. لا ما هيش صغيرة، حتى لو كان الفرق بناتهم 20 سنة. تمام يا بوي، اللي تشوفه كله هيتنفذ. وانت يا جبل الموضوع ما فيش فيه نقاش، كل حديد جدك لازم يتقابل مننا بالطاعة وبس. فاهم يا ولد اخوي؟ فاهم يا عمي، اللي يشوفه جدي اوامر على رقبتي. تمام يا جماعة، حسك ده نجرى الفتحة وبعدها العيلتين يبقوا حبايب. وانت يا حاج سالم لو عايز ترجع ولدك من مكان ما شيعته ممكن ترجعه. الحاج جبل طالما ادى كلمة لا يمكن يرجع فيها مهما حصل. واصل. وفعلا تمت قراية الفاتحة وبعدها الناس مشيوا. وبعد ما مشيوا دخل سالم البيت وكانت مستنياه جيهان وزهرة بلهفة. وساعتها جيهان قالت له: ايه اللي حصل يا سالم؟ رسيت على ايه؟ ابني هيعملوا حاجة فيه ولا ايه اللي حصل؟ انت خارج وشك ما يبشرش بالخير كده ليه؟ مالك يا بوي؟ اسم الله عليك فيك ايه؟ وايه اللي حصل بناتكم؟ وما تجلجنيش عليك يا بوي. الحديث اللي هقول لكم عليه دلوقت لازم تفهموه وتستوعبوه. الناس اتوكدوا ان الموضوع جات لخطأ، والجات للخطأ ليه دية، وكلنا خبرين الحديد ده. لكن الحج جبل ما طلبش دية وطلب نسب. نسب يعني جواز، صح؟ طب ومين هيتجوز مين؟ انا اللي اعرفه ان حامد ابنه متجوز هانم بنت اخوه ابراهيم الله يرحمه، وفاخر ما كانش متجوز وتوفى. حتى ابنك مفيش حد عندهم يتجوزه. في ايه يا سالم؟ ما تتكلم على طول. الناس طلبوا النسب في مين؟ طلبوا النسب في ولدهم جبل لبنتك زهرة. نعم؟ مين لمين؟ ليه هتاخد واحد عمرها نص عمره؟ انت اتجننت يا سالم ولا ايه؟ دي زهرة يا سالم، زهرة حياتك زي ما بتقول، هترميها الرمية دي؟ لا ما ارميهاش. واصل. لكن ده عرف ولازم الكل يقبل بيه، عشان كده زهرة لازم تتجوز جبل. هو اكبر منيها لكن ما سبقلوش الجواز، وبعدين جبل هو اللي ماسك كل شغل العيلة، راجل بجد يعتمد عليه، وانا هكون مبسوط لو الجوازة دي تمت. انت خبرة يعني ايه بيتك تتجوز جبل وتروح تعيش في البيت عنديهم؟ دي حاجة كبيرة جوي. بيتك هتاخد راجل مال وهدومه وانا هكون مطمن عليها معاه. لا يا سالم، دي بنتي ومش هسمح لك تدمرها. كفاية انك منعتها من ابسط حقوقها. الجوازة دي مش هتتم، شوفوا اي حل تاني. دي طفلة، بنتك كان لسه عيد ميلادها من يومين، تمت 18 سنة، هتجوزها الواحد عنده 28 سنة؟ يا راجل حرام عليك بقى. ما ينفعش اللي هتقوليه ده يا جيهان، دي كانت قاعدة رجالة وما ينفعش مخلوق يرجع فيها. واصل. عشان كده الجوازة لازم تتم، وبنتك لازم تتجوز من جبل. ولا ايه يا زهرة ابوكي اللي تشوفه يا بوي؟ انت اتجننتي يا بنت انت؟ ايه اصفرك انت كمان ويبقى الولد والبنت بعيد عني؟ اللي بتقوليه ده يعني انت موافقة على الهبل ده؟ ايوه يا امي موافقة، لا يمكن اصغر ابوي. واصل. وطالما هو موافق انا رأيي من رأيه، وده نصيب وانا راضيه به الحمد لله على كل شيء. تسلمي لي يا حبيبه ابوكي، وما تجلجيش يا جيهان، اول ما يتم كتب كتاب ولدك هيرجع لحضنك وما هيفضلش هربان. هو ده الشرط، وطالما بنتك موافقه يبقى خلاص. وفي بيت الحاج جبل كان قاعد مع جبل حفيده وام جبل وهي الست رجاء. وساعتها طبعا كان جبل الحفيد مش طايق نفسه. وقتها رجاء اول ما عرفت اللي حصل في القعده اتكلمت وقالت: والله يا حج انا ما اقدرش اقول حاجه واصل، لكن انت ما خبرش اخلاق البنت دي، واني مش على اخر الزمن هجوز ولدي الواحده ما اعرفش عنيها حاجه، خصوصا الناس ما يعني ان امها تبقى مش من هنا. واصل. لا من اليمه دي ما تجلجيش يا رجاء، انا مش هختار لواد ولدي واحده عفشه. ولا انت بقى قصدك تقولك ده؟ لا يا حج يقطع لساني لو نطق بيها، انا كل اللي اقصده ان احنا ما خبرينش حاجه عن زهره دي. لا البنيه زينه وانا متوكد من اخلاقها زين، وبعدين سالم ما كانش هيخرجها بره الدار. واصل. وانا لما وعيت لها عرفت ليه هو ما يخرجهاش. المهم رأي ولدك اللي من وقت ما خرجنا من عند الجماعة وهو ولا اللي واكل سد الحنك في خشمه. ما قلت ليش يعني يا جبل يا ولدي رأيك ايه؟ وقتها جبل الحفيد قام وقف وقال بمنتهى الغضب. ساعتها رد جبل الجد بصدمة وقال: كيف يعني الحديد ده؟ يا ترى جبل الحفيد قال ايه لجبل الجد؟
ويا ترى فعلا جبل هيسمع كلام جده ويتجوز زهرة؟ وإيه هيبقى شكل حياة زهرة في بيت جبل ومعاه؟ وهل هيكون الزوج الطيب والحنين اللي هيوريها الدنيا؟ ولا هيبقى استكمالا لحياة السجن اللي كانت عايشة فيها في بيت أبوها، وهيفضل متحرم عليها أنها تشوف الناس وتشوف الشوارع؟ ده اللي هنعرفه في الحلقة الجاية من بريئة في قبضة جبل الصعيد. استنونا.